البركه في تشجيع سيادتك برضه يا بيه عن اذنك. لا 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 انت طبعا موهوب وافكارك جديده. استمر. جاهزين يا بندق؟ عن اذنك يا بيه. ربنا ينصرك يا بيه، ربنا يقويك يا بيه، ربنا يخليك. اهلا اهلا بمؤلفنا الكبير. اهلا 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 ازيك. اهلا 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 ست سهير. ايوه سهير. سهير وجدي. ايوه سهير وجدي، اهلا بيك. ازيك؟ اهلا يا اهلا استاذ رامي. نعم انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. ايوه اتفضلي. بقالي 10 سنين بعمل ادوار ثانويه. ثانويه؟ اه ده انا فاكرك البطل. ده انا الخدامه. خدامه؟ بس حاسه كده ان فرصتي هتيجي على ايديك. يلا يا سهير. ايوه بس انا ست عندي فلوس كتير، يعني ممكن انتج لنفسي فيلم كبير وتعملني فيه البطله وتكتب لي انت السيناريو. قلت ايه؟ مستعده اديلك اللي انت عايزه. اصل الافكار بسيطه. ادي الكارت بتاعي، في اسمي وفي عنواني وتليفوني، اتصل بيا ولا اقول لك؟ ما تتصلش، تعال على طول وانا عليا اطلع لك افكار. قلت ايه؟ سهير ربع. ايوه يا استاذ شكوت جايالك. هايله يا سهير هايله. ميرسي يا استاذ ميرسي. ما تقوليش يا استاذ. يا اختي ابعدوا عني لا يجي فيا. عن اذنك يا عم فوزي. اوكي من فضلك. اخبارك ايه؟ انا تعبت بيه. ده صحتك الحمد لله يا بيه. طمني. نعم. السيناريو الجديد سميته ايه؟ ساعات الخطر. ساعات الخطر. ساعات حلو وجديد وتجاري. هنقراه امتى؟ كمان جمعه. كمان جمعه. هو لسه يا رامي؟ لا انا وديته النهارده عشان يتنسخ في مكتب الاله الكاتبه. ايوه ايوه يا بيه. كلاكت 31 واحد اول مره. We'll be right back.
الشرق الأوسط من القاهرة، والساعة الآن 6:00. مستمعينا الأعزاء صباح الخير، وأسعد الله صباحكم في كل مكان. صباح الخير يا ابو فندي. صباح الخير يا عم حسنين، اتفضل شاي. خلصت قرايب؟ الهرام عنك، بس الاخبار لسه ما قريتوش، سيبهولي. تشكر. اتفضل شاي. يا زوج ربنا يكرمك. دي الاهرام؟ ايوه. طيب ايه، مفيش شمس. غابت يا ما احلى عمري. ايوه جاي. ايوه جاي. ايوه الو. ها مين؟ سؤال مين؟ وجد مين؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ايوه سهير وجد، طبعا فاكر. ايوه بقى معقول اكون مكلماني امبارح؟ الاقي الموضوع النهارده ليه؟ هو سلج بيض يا ست؟ اصلي في حاله زي حالتك دي لازم ابقى تارزي. ايوه لازم الاقي السيناريو اللي على مجازك عشان يا ستي. بس فهميني، ما انا الاول. لا حاضر، اول ما هلاقي القماش هتصل بيك. يعني الاثنين ايه؟ العنوان معايا طبعا. حاضر، مع الف سلام. بس ايه؟ باي 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 باي، مع السلامه. باي 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 باي. اتفرج عليا يا مصالح، اتفرج عليا يا جزوب، اشوف الامل الذي فيه. وصل ليهم الدنيا يا اولاد والله. مين البلي هتلعب معايا؟ ها؟ يا ليل يا سخا يا اولاد. يا أستاذ رايح فين؟ من فضلك، مين اللي كتب الخبر ده؟ ثانية واحدة حوادث. مين اللي كتب خبر المحكر؟ الأنسة سوسن في المكتبة. المكتبة دي فين؟ فوق تاني دور. ألف شكر. أنيسة سوسن؟ أيوة. أنا كنت جاي عشان عايز أعرف. آسف. سرقة المواد المتفكرة من المحضر ابو رواش اللي هو ده، هو مش حضرتك اللي نشرتيه؟ ايوه. طب ممكن اعرف تفاصيله؟ ممكن اعرف ليه؟ رامي جاشفع. ايه؟ رامي جراله ايه؟ اللي حصل له ايه؟ دي اسم، يعني انهي اسم؟ رامي جاشفع، مؤلف سينمائي، سيناريست. وحضرتك بقى عاوز تعمل فيلم عن الحادثة؟ لا مش بالظبط كده، تفاصيل لو سمحتي. التفاصيل كانت هنا.
في محضر البوليس ده. ايوه يا استاذ محضر، الحفله بتاعت رود الفرج. ايوه. سنة سوخي، ازيك يا استاذ محضر؟ يا سنة سوخي، احنا مش متفقين انك تكلفني بيها. يا سنة سوخي يا بقولك ايه، انت تقف بالذوق وتديني المحضر بالذوق وترجعني الجريده كمان بالذوق. المحضر اهو بالذوق. رجعني بقى الجريده. اسف ما اقدرش. ايه اسف ما اقدرش؟ دي ده اختطاف يا استاذ. اختطاف انت كمان؟ دي الاول اللي في دماغي صحيح. يا ليلى سوقي يا ولاد. اسمعي، انت تاخدي تاكسي وترجعي الجريده على طول. ايه بتقول ايه؟ ايه عايز اجر التاكسي؟ لا بقى، عايز اعرف ايه الحكايه. اصلني مقلب سيناريو بتحصل فيه مجموعه جرايم، واول جريمه فيهم هي سرقه محضر ابو رواج. طب وايه يعني؟ ما جاش صدفه بنفس التفاصيل. تخدير الغفير جات لكلب الحراسه بالسم سرقه 6 كيلو تي ان تي، وانهم يسيبوا ورقه مكتوب فيها اصابه القط الاسود، وتقولوا لي صدفه؟ انت كاتب الكلام ده كله في السيناريو بتاعك بالتفصيل الممل. هو فين السيناريو ده؟ في مكتب الاله الكاتب. ومستني ايه؟ يلا اطلع على مكتب الاله الكاتب يا استاذ خروع. ايه خروع دي؟ قلت لك جاشوع جاشوع. ايه خروع دي؟ جاشوع خروع. اطلع. انت مش كنت عايز ترجع للجريده؟ رجلي على رجلك. اطلع. انت تأمري ليه ما تأمرينيش؟ ايه؟ السيناريو بتاعك مع سمير يا استاذ خروع. فين سمير دي؟ مش عارف جراله ايه؟ بقى له 4 ايام ما بيجيش. طب السيناريو، مهم السيناريو معاه طبعا. انا مالي جاعه، انا عايز السيناريو بتاعي دلوقتي حالا يا استاذ رامي. اطمن، مسيو يظهر يا بكره يا بعد. لا بكره ولا بعد، انا عايزه دلوقتي. طب سمير دوت اسمه ايه بالكامل؟ الرقم بتاعته ازاي؟ ساكن في انهي بتاع؟ انا ما اعرفلوش اسم غير سمير، اصله بيشتغل عندي من قطاعي. كل اللي عندي عنوانه. قوم استني. ايه؟ الحقني بيه. سوري حبيبي، البنسيون كومبليت. احنا مش عايزين نسكت. احنا عايزين عنوان الاستاذ سمير. مين سمير دي؟ دي اللي بيشغل مع منصور بتاع الاله الكاتبه. هو ساب عنوانه على هنا. سوري مدام، كل السكان اللي عندي هنا 8 نفر، مش فيهم حد اسمه سمير. بس انا سوخه. طب وبعدين؟ وش معنى يعني ساب عنوانه على هنا؟ مش اعرف حبيبي، جايز كان بيجي هنا زمان. باردون، انا عندي بيزنس. حصل لي، كنت خايف منه. زمان سمير معايا السيناريو بنفذ اللي موجود فيه بحذافيره. قصدك تقول ان سمير هو اللي سرق المحجر وبعديه هيسرق الجمعيه؟ الجمعيه ايه؟ حسب السيناريو اللي انا مالفه ان سرقه المحجر هو المسبب الدرامي لعمليه سرقه الجمعيه، لان شخصيه نمطيه زي مجدي هي. مجدي مين؟ ده البطل بتاعي. دي ما بتفهمش دي ولا ايه؟ اصل الخلفيه الاجتماعيه منبثقه من الكونسبشن. انت بتقولي انا مش فاهمه حاجه. يعني انا اللي فاهم. بقول لك ايه؟ نعم. فين النسخة الوحيدة اللي بخط يدي ده مع سمير، وانا ما معيش نسخة تانية. يعني ما عندكش أي دليل على اللي أنت بتقوله ده؟ لا عندي سيناريو. اللي مع سمير واللي ما حدش يعرف فيه إيه غيرك أنت. لا وسمير. يعني مجرجرني وراك من مكتبي على عربيتك على الآلة الكاتبة على هنا، والآخر تقول لي ما عندكش دليل؟ بس أنا اللي أستاهل، أنا اللي أستاهل. إيه مش مصدقاني؟ أصدق إيه يا أستاذ؟ شوية تهيؤات وشوية تخاريف، واضح إن خيالك واسع قوي. الله يسامحك. طب اتفضلي أوصلك للجريمة. لا مش راكبة، هاخد تاكسي. هو ده بقى التخريب، ده كده بلاش مساحه فاضي. بقول لك ايه؟ لم لسانك واحترم نفسك وخليك مؤدب. الله دي هتتخانق. ده راجل انت، تعرفني؟ اعرفك؟ قريبي خطيبي؟ ولا هي بس تلاقيه جدد؟ احسن تعرفيني ولا اعرفك، بركة اللي جت مني. انا بقى هقف اتفرج عليك وانت بتسللي للتاكسي. صباح الخير. صباح النور. الاستاذ فريد عبد الحي. ممكن تلاقيه هناك يا فندم. شكرا. اهلا اهلا بوليف العظيم. اهلا يا استاذ حسين. اهلا. صح ازيك يا راجل؟ اهلا يا استاذ بيه. اهلا اهلا. كانوا قالوا لي ان ثانيه واحده يا استاذ رامي. ايوه فريد انا معاك. ايوه. اخبار السيناريو الجديد ايه؟ اتسرق. ايوه اللي اتسرق. ايوه قصدي يعني الوقت هو اللي سرقني. هو انتوا لسه قدامكم؟ من فضلك وهدوء لو سمحتوا. هدوء. اي بص انت عايز اسال. لو سمحت يا استاذ رامي خلينا نشتغل. من فضلك. جاهز يا فريد؟ جاهزين يا استاذ.
الساعة 6 دلوقتي جرد وراح. استاذ فريد. اهلا استاذ رامي، ازيك؟ الله يخليك، وحشني والله. الله يخليك. انا كنت عايز اسالك بس سؤال. اجاز يا فريد، هنسجل. جاهز؟ هما لسه مش جاهزين. انا بس عايز اسالك سؤال. انا اللي بنسجل. حمار مين اللي بيتكلم جوه؟ اسكت بقى، هتجيب لنا الكلام. انا لو منك المسدس في وشه على طول. اجهز، اتفضل، دور. داير، قول النمره. 25 واحد صوت فقط اول مره. ستوب. اوكي اوكي، شكرا يا فريد. فركش فركش كويس. او 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 فركش كويس. استاذ فريد. استاذ رامي. فريد، كنت بتقول ايه على السيناريو؟ سيناريو انا ما بشربش سيناريو يا استاذ فريد. ايه ده؟ فريد، ايه الخلل اللي حصل؟ هو والمخرج؟ ايه ده؟ جاي جاي وهجيب لك الملوخيه، مع السلامه. استاذ فريد. يا استاذ رامي، يا استاذ رامي، انا مسافر باريس دلوقتي مع المخرج نادر جلال، مش فاضي. طب قول الاول. نعم. ما جالكش واحد وقالك انه عايز يعمل جنابل زمنيه؟ ما جاليش. ما جالكش؟ ما جاليش. طب سؤال اخير، استنى بس، كم واحد غيرك بيشتغل في الخدع السينمائيه؟ حوالي 3 4. طب اساميهم وعناوينهم لو تسمح. يا ابني، في ريجيسير، في واحد اسمه علي وجدي، في واحد اسمه علي المجنون، دول ريجيسيرات. انا مسافر باريس مستعجل، سيبني. يا صحيح، ريجيسير دسوقي خليل، شارع السد البراني 34 بالسيدة. ايوه سوقي خليل 34 شارع السد البراني بالسيدة. غير ابراهيم منسي. ابراهيم منسي. ايوه ابراهيم منسي. ها ده في الهرم. بس فين؟ لحظة واحدة. اتفضل. يا واد، يا بقرة، يا بقرة، ايه عارف في حاجه؟ ابراهيم بنسي بتاع الخدع، انا فاكر انه ساكن في الهرم. ايوه، ما تعرفش فين؟ في طنطايه قدام مصنع الادويه. متشكر. ابراهيم بنسي. ابراهيم بنسي يا استاذ رامي. سمعت وكتبت العنوان. الف شكر. السلام عليكم. فيلمك التاني هتصور امتى؟ بعد العيد. كفالة الشر، انت مش قلتي مش عايزه تشوفي وشي؟ وبعدين انت عرفت عنواني ازاي؟ ولو ان المفروض ان الصحفي لا يفصح عن مصادره، بس عشان خاطرك هقول لك، عرفتها من مكتب الاله الكاتب يا نبيه. وايه اللي جابك يا حضره الصحفيه النبيه؟ اللي جابني خبر يهمك جدا. الجمعيه الاستهلاكيه اتسرقت. يا زنازوخي. حاضر، جاي حالي. ايه
اتفضل. الو، في ميعادك مظبوط، كله تمام؟ انا جاهز طبعا. وانت؟ يبقى ميعادنا بكره، سلم وتستلم. بس اللي مش قادره افهمه هو ليه سرق الجمعيه التعاونيه؟ عشان يدفع ثمن الجنابل الزمنيه. يا خبر اسود، جنابل زمنيه؟ ده هيبقى تحقيق صحفي مثير جدا. ايوه بس مش هتحتاجي تكتبي حاجه. ليه؟ لاني هفسد له كل شيء. ازاي؟ بصي. ها. شوفي 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 الورقه دي. وريني. فيها اسامي وعناوين كل الخبراء في الخدع السينمائيه، كنت هفوت عليهم لولا العربيه وقفت مني، بس اني بقى من نجمه هعدي عليهم خبر. ده الفل يا شوق. في يا عم حسنين؟ وبعدين مش تخبط قبل ما تخش. الله، ده عندك ضيوف؟ ده دول مش ضيوف، الانسه سلسله صحفيه. صحفيه؟ ايوه. ايوه يا عم، ما انت بقيت مشهور اهو. عايز ايه يقول وخلاص يا عم حسنين؟ اصل يمكن اخر. ايوه. والشراب بتاعي مغسول. قلب الشمشم هيريحك قوي يا عم حسنين، مع السلامه. اهو الشمشم مقطوع يا عم حسن، الله يهديك، مع سلامي. انا عايز اعرف بس، انت كل ما بتشوفني بتزعق لي ليه؟ انا بقول لك بعدين يا عم حسنين، مع السلامه. مع السلامه. انت بتعملي ايه انت كمان؟ انا بلقي الاسامي والعناوين. بمناسبه ايه؟ بمناسبه انك مش بس لقيت اللي يصدقك، لا ده انت لقيت كمان اللي هيساعدك. لا لحد هنا متشكرين قوي، ما يلزمنيش. فيها ايه بس يا استاذ رامي لما يكون حد معاك اثناء حدوث الحادث؟ لاني عايز امنع وجوه الجريمه، وحضرتك عايزاها تحصل، كل اللي يهمك انك تكسبي صديقي صحفي وبس. يا استاذ رامي، الصحافه دي عالم كبير، دنيا تانيه، ما ينجحش ويلمع فيها غير اللي يعرف يخلق سكته، اللي يقدر يلوي دراع الصعب ويطوعه لهدفه، وحضرتك بقى بقيت هدفي. اني؟ ايوه انت طبعا. أوه. الحادث اثناء حدوثه، اكون انا كاتباه ومصوراه ونشره كمان. وانا لا يمكن اسمح بكده ابدا. الله الله، احنا هنختلف تاني ولا ايه يا استاذ رامي؟ نختلف. طب بتزعق كده ليه؟ ازعق زي ما انا عايز، العاجب عاجبه والعاجب ان شاء الله معجبه. كده؟ افهم من كده بقى انك بتطردني يا استاذ رامي؟ افهميها زي ما تفهميها يا اخي. بس يكون في علمك هتلاقيني وراك في كل خطوه تخطوها، انا صحفيه وده من حقي. انت مش عايزه تفهميني ليه؟ الراجل ده معاه جنابل، جنابل. سوري انا مطروده. عارفه عليها جنابل؟ يعني حاجات بتدمر، حاجات بتنفجر، حاجات بتفجع. ها؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ انا قلت يمكن يكتشفني ولا حاجه. اسمع اسمع، ما طلعش هو، بينا على ابراهيم منزل. ماني كنت عنده بعد الميكانيك وبرضه مش هو. يبقى خلاص على السوق ده. يلا اتحرك، انت واقف كده ليه؟ انا مش فاهمه ايه العربيه الانتيكه بتاعتي دي. عايزين نادي. ازق. بتهزروا في واحد هيتقتل؟ ايه؟ يتقتل مين ده؟ ده سوقي. ده سوق ايه؟ يتقتل ليه وازاي؟ ماني ألفت في السيناريو الهباب دي. ها. ان الراجل بعد ما بيعمل له متفجرات. ها. بيجي مجدي ويدخل عليه. ها وبعدين؟ Thank you.
عشان تبان انها انتحار. وليه ده كله؟ عشان البوليس ما توصلش للعمل الجنابل وبكده ما يعرفش مصدرها ويقدر سمير ولا مجدي يكمل الاخر. ده انت مخك تخين قوي. ده انت طلعت مؤلف دموي بشكل. ايه ده؟ مفيش اسانسير؟ كويس اللي فيه سلالم. اطلعي اطلعي. ساري ما فيش حد هنا. التقرير المبدئي مش هيتاخر كتير. قول لي بقى يا استاذ رامي، انت اطلب لك قهوه؟ الف شكر. ايه اللي وداك مكان الجريمه بعد وقوع الحادث؟ وايه اللي خلاك تعتقد ان تسوقي مات مقتول مش منتحر؟ ثم ايه حكايه البنت سوسن الصحفيه دي؟ أنسة سوسن عبد السلام. أفندم. المقدم شاوي، مباحث الجنائي. أهلا أفندم. لو سمحتي، عايزينك في المدري. أنا؟ ليه؟ لو سمحتي، من غير شوشرة. أوي حاضر، تحت أمرك. حدوته غريبة فعلا، بس دي يا دوبك اشوفها في السينما علشان اصدقها. لكن تتحول لواقع، اسف، لا العقل ولا المنطق يقبلها.
يا فندم لازم تصدقني، ضروري تصدقني، ارجوك تخليك قاعد ومن غير انفعال، انا ما بحبش العصبيه. حاضر. ما تنساش ان انا راجل شرطه ويلزمني الدليل. عندك دليل؟ كل اللي حكيته لسيادتك ده مش دليل، دي حاجه واضحه زي الشمس. ادخل. صحفيه معايا. خليها تدخل يا شباب. يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله. نهارك سعيد يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي. الحمد لله انك جيتي. احكي له بقى على اللي حصل لانه مش مصدقني، قول. استاذ رامي. انا هنا اللي بوجه الاسئله. اسف. اتفضل سيادتك اسالها. اسال. تعرف الاستاذ ده؟ لا يا فندم. ها؟ ولا عمرك شفتيه قبل كده؟ لا يا فندم، عمري ما شفته قبل كده. ها؟ كنت معاه ساعة اكتشاف الحادث؟ حادثة ايه يا فندم؟ انتحار دسوقي خليل في المانيا. افتكر وحياة ابوك، ما توديناش في داهية. دسوقي، دسوقي. يا فندم، انا كنت موجودة هناك، بس كنت لوحدي بصفتي المهنية صحفية وبتغطي خبر. سوسن، انت بتقولي ايه؟ ايه سوسن دي؟ من فضلك يا استاذ تحترم نفسك. يا صنازوخي، انت عايزه جنانيني. هو ايه يا فندم الموضوع بالظبط؟ الاستاذ رامي استشهد بيكي، فاضطرينا نطلب القاعه. طيب ممكن انا استاذن بعد اذن حضرتك لان ورايا شغل كتير قوي في المجال. مع السلامه. شكرا، سلام عليكم. انا لسه سوسن. يا ريت لو عرفت حاجه بخصوص الحادث تتصلي بيا. قوي تحت امرك. امشي؟ اتفضلي. سلام. واسفين لازعاج حضرتك. تمشي ازاي؟ والله العظيم ترى انا كنت بعتها اتمجدك. يعني انت لسه مصر ان تسوقي اتقتل؟ ايوه. وان هو ما انتحرش؟ ايوه. وانا كنت موجود في مكان الحادث؟ ايوه. وكنت عارف ان الجريمه هتحصل من قبل ما تحصل؟ ايوه يا بيه. ايوه يا شوقي، خدوا على الحجز. ما جيت وانت بتبصوا لي ليه؟ انا ما عملتش جريمه، انا ما نشلتش حد، لا انا جابوني هنا غلط. ايه والله؟ فهمت الأولى والتانية لما هتقول لي التالتة؟ اطلع بسجارة. ما بشربوش. طب ايه بالتمانة؟ ايدك تقيلة يا جدع، انت تقيلة من حكيتي، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ هكلم مين يعني؟ تطلع مين انت حضرتك؟ أنا رامي جاشم، صاروخ من صاروخات البلد، مؤلف سينمائي، سيناريست. هو أنت؟ يا نهار أسود. لا، بقول لكم إيه؟ أنا مش عارف، أصل ثلاثة والله العظيم ثلاثة هحبسكم كلهم، أيوه، هتجيلي مدير الأمن. أستاذ رامي. اتفضل يا بيه. لا ملوش لازمة. والله العظيم ثلاثة ما قتلته. قال لي فنان يا بيه، قال لي سيناريست، وكل اللي ذكرته حقيقي، ولا ده حيد عني. بلاش خطب وحياة والدك واهلك. حاضر يا بيه، حاضر. ده تقرير مبدئي للطب الشرعي بيؤكد ان السيد المذكور دسوقي خليل مات بسفيكسيا بانك. ولا توجد بالجثة أثر لجروح أو كدمات تدل على وقوع اعتداء عليه أو أي مقاومة من ناحيته. يعني الراجل مات منتحر. يا فندم مبدئي، قصدي سمير جه من وراه وخانك وبعدين شالك، هيجاوبه إزاي بس؟ لا إله إلا الله، نرجع للتخاريف دي تاني. والله العظيم أنت ما بخرف. عندك دليل؟ غير اللي قلته ما عنديش. يبقى اتفضل، مع السلامة. يا بيه أنا غلطان، أنا بلاوي كتير لسه هتحصل. امشي قبل ما أفقد أعصابي. الله كده مش هتسمعني ليه بقى؟ إن واحدة زيادة هوجه لك تهمة إزعاج السلطات وحرميك في الحج. لا لا حجز، لا حجز. شاوي. لا خليك يا شاوي، خلاص خلاص يا بيه، زوجي انتحر ومحدش اتجاتك، كل شيء تمام. امشي بقى يا بيه. انت
تمشي وما اشوفش وشك تاني، مفهوم؟ مفهوم يا بيه، مفهوم، مفهوم ونص. سلام عليكم، سلام. ده مؤاخذة يا شباب، ده مؤاخذة، خليك مستريح اخويا، انا عارف الطريق. سلام عليكم يا بيه. اكيد الراجل ده مجنون، بس اصراره مش طبيعي. خلي عينك عليها شوي لحد ما يجي التقرير النهائي للطب الشرعي. مين عارف، كل شيء جاي. عامل ايه؟ قولي كمان تيجي لحد هنا برجليكي. بقول لك ايه؟ تهديد انا ما بتهددش، عنف انا اعرف ادافع عن نفسي كويس، احسن لك نفهم بالعقل. عقل؟ هو عقل فيها عقل؟ الله، ايه ده يا استاذ؟ ايه ده خالص؟ عيب كده يا استاذ رامي، انت راجل فنان والمفروض انك تبقى رقيق وحسيس. وانت المفروض يكون عندك ادب واخلاق، تتبالي عليا وطلعيني كداب علي. طب ندخل جوه نتفهم. مفيش بينا اي تفاهم. وايه كده؟ انت انا مفجوج منك. اه معلش يا عم حسنين، خش انت ارتاح شويه. لا مش تعبان. معلش خش ارتاح يا اخي، خش. ما عرفوش؟ ما شفتوش؟ احترم نفسك يا استاذ، فاك ايه؟ انا مش حذرتك من متاهات البوليس، وبعدين انا كان لازم اعمل كده عشان لما واحد يتسجن التاني ينقذه. ايوه هتسجن وهتريم في الحجز طبعا، ما انت عايزه جنازه وتشبعي فيها لط، واكتبي يا صحاف. بس هدي خلقك، بس هدي خلقك، مش تعزمني على شيء. مش هعزمك على زين. طب اوعى ما ارد على التليفون. ما تجيش على دلوقتي. الو، نعم مين؟ ايوه انا رامي، مين بيتكلم؟ تعرفني كويس، انا بطل فيلمك الاخير ساعة الخطر. مش سمير، انا مجدي زي ما انت سميتني في الفيلم. اسمع مجدي، سواء كنت سمير ولا كنت مجدي فاني بحذرك. ايوه بحذرك، انت بتلعب بالنار ونهايتك هتكون اسوأ من النهاية المكتوبة في السيناريو. ايوه ده بدل ما تشكرني على اني بنفذ لك الفيلم، بلاش العصبيه دي واسمعني كويس. انا بقى اللي بحذرك، ما تحاولش تقف في طريقي لاني ناوي استمر للاخر. وانت عارف انا معايا ايه، لو حاولت تتدخل هاديك بقنبله. تنسف دي؟ الو 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 انت سمعتي؟ سمعت. وبعدين هنعمل ايه؟ بتجمعي ليه؟ ايه هنعمل دي؟ انا امال اسيبك في الظروف دي لوحدك؟ انت عايزه ايه مني بالظبط؟ افهم بس، دلوقتي المجرم بيهددك، معنى كده انه مراقبك، يعني لازم حد يكون جنبك، حد يعمل لك خداع، تمويه، دايفرجن. إيه؟ لا أي مش هتحرك في ديني، أنا هسمع كلامه، العمر مش بعزاك، دي هيهديني بقنبلي. ايه يعني لما يهديك بقنبله؟ الله، ده مش معناه انك تتراجع. ايه وراحت ايه؟ وانت خاص عليك ايه؟ انا اموت واروح في 60 دقيقه وانت تكتمي وتسلط عليك الاضواء. طب بس افهم بس، تعالى نروح في حته هاديه نفكر فيها سوا. لا أنا مش هتحرك من هنا يا هو. طب اتعشيت؟ وأنا كنت اتغديت لما هتعشي؟ خلاص قوم بينا اعزمك على العشاء. مش عايز. ما تعملش فيها بتاع بقى، انا اللي هدفع. قلت لك مش عايز، مش هتحرك من هنا. ايه؟ كل حد ما تشبع اطلب اللي نفسك فيه، الحساب كله عليا. انت هتعيريني من اوليه؟ خالص مش بقى. سيدتي نفسي. بعد ما وزعت الاطباق كلها يا سيدي برهانه والشيف، بعدين انت بتنشن ليه؟ قاعدين في مكان جميل ومزيكا جميله، فك كده وخليك في رولاكس، عايزين نتكلم مع بعض. ايوه عشان نتكلم في موضوع سمير برضك، مش كده؟ لا لا لا، مش هنجيب حكايه سمير دي خالص، عايزين نتكلم عني وعنك، مش آن الاوان نتعرف على بعض. اسمي رامي عبد الودود عم مجيد عم مقصود. امال فين جشوة؟ ده دي اسم الشهر. لا يا شيخ، وما لقيتش اسم اصعب من كده شويه. المهم ها، المؤهل دبلوم زراعه، الوظيفه امين مخازن الجمعيه الزراعيه بتاعت بلدنا، وحاليا سيناريست. الله، جمعيه زراعيه؟ ايه اللي جاب زراعه للتاليف؟ دي غيط عمري وانا عندي 7 سنين، بعت للصحف والمجلات والاذاعه والتلفزيون ان في حد يسال فيه ولا حد لي منتونات. امال ازاي بقى دخلت عالم السيمة؟ احكي لك يا ستي. بعد ما امي ماتت الله يرحمها، ما بجريش حد في البلد غير جوز امي. بعت نص جرات اللي حيلتي وهجيت على مصر. رحت واخد الروف المفروش بالتليفون الحلو ده،
وحتى الف على المنتجين لحد ما ربنا فتحها في وشي وبعت اول سيناريو هوب ورحت مشتري العربيه بالقسط. ما انا لازم يبقى لي قيمه في الوسط. اه طبعا. لحد ما طلع لي في سمير الله يخرب بيته عشان يكفي لك في وشي مره تانية. الله مش قلنا بلاش سيره سمير دي خالص. ايه وايه وعندك حاجه؟ قال لي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. المهم انت ايه حكايتك بقى؟ انا بقى يا سيدي لاني وحيده ابويا وامي فالناس طبعا بتقول اني لازم اكون متدلعه وعشان كده انا عايزه اثبت العكس. علموني كويس وربوني كويس لحد ما اتخرجت من كليه الاعلام قسم صحافه ولاني بحب الصحافه جدا 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 فعايزه اولا اثبت اني جديره بثقه اهلي فيا ثانيا الاقي الفرصه اللي تخليني اكون ناجحه ومشهوره. وعايزه تلاقي الفرصه في قصص ضحايا سمير مش كده؟ لا 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 خالص انا فعلا عايزه الاقي الفرصه دي بامان. ايه بتبص على ايه؟ لا لا ابدا مفيش حاجه. ها وبعدين كملي. عشان كده يا سيدي بدل ما هصور الجريمه وهي بتحصل هصورك انت وانت بتمنعها. كلام رجالي؟ كلام رجالي. معلش لا مؤاخذه بقول لك ايه؟ ما يلا بينا نمشي من هنا. لسه بدري. معلش يا اخ الحساب. لسه بدري. معلش الحساب. انا اللي هدفع الحساب. وانا اللي كلت. انا عزمان. انا مش عايز فيها جمال. هات يا عم كام دول؟ يو يا سوسن دايما كده تحرجيني وتحلفي. خدي يلا يا ساتر. بقول لك ايه؟ تعالي. في حد بيراقبني. حد ايه بيراقبنا؟ وانا في المطعم حسيت ان في حد بيبص في قفاي ولما رحنا العربيه لمحته. حد مين انت يا سمير؟ هو في حد يجرب مني انا هلف من وراه واكتفه. وانت ما قدرتش عليه؟ ايه؟ ده اللي بكتب كده. المهم انا اول ما اكفشه انت على اقرب تليفون على طول. اقرب البيت؟ لا عادل بيه شخصيا عادل بيه. ها انت معاك التليفون بتاعه؟ عشان ما تبقاش تقول عليا بخرف. امسكي دي وصيتك النضاره. تتجنى عشان ده بالله يا رب. هو اني راح؟ طيب. سوسن هو فين؟
جوه جوه. طب 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 عادل عادل. فرجيكم خلي بالك من الضحية. بسرعة. رامي قبض على سمير. رامي؟ ايوه. انت مش بتقولي ما تعرفوش؟ لا ما هو اصلا انت عارف حضرتك ان انا صحفيه ولما كنت في مكتب سيادتك شميت بانف الصحافه ان رامي دوت وراه حكايه، فما مشيت اتصلت بيه في التليفون وعرفت عشان اعرف حكايته يعني. وصدقتيها؟ حضرتك هتشوف بنفسك، هتشوف بنفسك. اتفضل حضرتك، اتفضل اتفضل شوقي بيه. اهلا بالمديريه كلها. اتفضل يا فندم من هنا. عادل بيه سمير جوه. رامي ده يا فندم بطل، تغلب على المجرم لوحده بمفرده. يا سلام. اه والله. دلوقتي نشوف. شوي يا فندم افتح الباب. اتفضل يا شوي بيه. افتح يا شوي. حاضر. المجرم هو بيه. اقبضوا عليه. اقبضوا عليه يا شوي. اقبض يا شوي. يا فندم. بقى هو ده المجرم؟ انا ماليش دعوه. وحصل ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ ده مش بس ازعاج سلطات، ده كمان اعتداء على رجل شرطه اثناء تاديه وظيفته. انا ماليش دعوه. او ال هو سعاده البيه مباحث وماشي وراك بتكليف مني انا. انا ماليش دعوه. أنا شوقي يا أولاد. شوقي، هات لنا الأستاذ ده على الحكس. وأنا ماليش دعوة. لا، بلاش شوقي. قلت لهم على كل حاجة، مدير البنك، عربيته اللي هتتكسر، التهديد اللي هيجي له، المليون جنيه. أنت بتقول إيه؟ وفكرك صدقوني أبدا، تاكس. انا مصدقك بس احكي لي ايه الحكايه. مش مصدقيني انت، المهم هم تاكس. استنى بس، مدير ايه وعربيه ايه دي اللي هتتنسف؟ انا احسن حاجه اعملها اهيج وساب. استنى بس فهمني هنا، مين مدير البنك ده اللي عربيته هتتنسف؟ انت مش عايزه تفهميني ليه؟ انا لما بقلك ما بحددش شخص معين او مكان محدد، كله من خيالي. قصدك تقول ان سمير هيختار مدير بنك حقيقي وينسف عربيته بحاله حقيقي؟ ايه ده غير المليون جنيه اللي هطلبهم منه؟ لا ده الحكايه قلبت بجد. تاكس. يا ناس فين تقولي تاكسي وجاب لك تلاته؟ شكرين. ولا حد سائل فيه. شكرين شكرا. تقوليش مستحيلين لهم. اركب. حاضر اركب اهو. ايه؟ انا هوصلك دلوقتي على البيت تنام وترتاح وما تشيلش هم خالص. هو انا هيجي لي نوم؟ واحد عايز ينسفني وتاني عايز يسجنني. انا احسن حاجه هيك وساب. ولا تسافر ولا حاجه، ما تشيلش هم حكايه مدير البنك دي خالص، خليها عليا انا هتصرف. اطلع يا
مشهد 69 نهار خارجي البنك، منظر عام للبنك من الخارج، اقتراب من لافتة البنك. قطع. رد على التليفون يا استاذ. حاضر. لو حد عايزني اقول له استنى شويه. ماشي حاضر. الو الو، لحظه من فضلك. اسمعني كويس، قدامك 24 ساعه من دلوقتي تجهز فيهم مليون جنيه. بكره الساعه 11 الصبح تقابلني في جنينه الاورمان ومعاك المبلغ. لو بلغت البوليس او ما جيتش 11 ونص بالظبط انا حنسي في البنك. ستاني. لا كده كده مش هزار. طيب شوف شوف شوف. حسبتك انت يا جد. بالنسبه الو الو، مين يا عبد الغني؟ قفل السكه يا فندم. ممكن التليفون؟ اتفضل. الو؟ ايوه انا الشوكة بي. انا بحذرك، وقف العربية وانزل منها بسرعة وما تقربش منها، العربية هتنفجر بعد دقيقة ونص بالظبط. ايه؟ وقف يا عبده، وقف يلا يا عبده. اجري اجري. في ايه يا تجري؟ في ايه؟ دي العربية هتفرح دلوقتي. ايه الهزار السخيف ده؟ واحد بيهزر معايا، هزار سخيف. استنى يا شوكة بيه، يا شوكة بيه، استنى يا شوكة بيه. شوكة بيه، شوكة بيه. العربية، العربية يا عبدو، خلت الشر وراحت. 45 ايوه يا فندم. الخبر اللي انت مستنيه وصل، عربيه انفجرت في الطريق وصاحبها مدير بنك. ايه؟ نسفت؟ مين صاحبها؟ مدير بنك؟ اسمه عنوانه؟ خد هدومه ومشي يعني، سافر يعني؟ ماشي. يعني ما تعرفش راح فين؟ وما قالش حاجه من قصده. هو ايه الحكايه؟ الحكايه انه انت مالك انت؟ مش فاهمة ايه الناس اللي بتحشي نفسها دي. هلا يا مالها متصربعه كده ليه؟ بس انا كنت عايزه اقابل شوكة بيه ضروري جدا خالص. انا اسفه يا بنتي، شوكة بيه مش موجود دلوقتي، بس لو عايزاه ضروري هو موجود دلوقتي في القسم. اتصل بيا من شويه بالتليفون وقال انه عمل حادثه بسيطه كده بالعربيه. بسيطه؟ اه بسيطه، بسيطه جدا. مدام ارجوكي بلغي شوكة بيه ان الحكايه جد مش هزار، ولو ما دفعش مليون جنيه هتحصل بلاوي وكوارث. تعالي بس هنا فهميني، بلاوي ايه وكوارث ايه؟ معرفش، انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا. طب تعالي بس قولي لي. دقيقة واحدة بس اقول له مين. طب مين اللي عايزه؟ طب يا ده ايه البنت المرووشة دي؟ استاذ رامي، قلت لك 100 مرة المنتج مش موجود في اسوان، في اسوان بيصوروا هناك، مسافر. طب ماني كمان عايز اسافر ومحتاج الفلوس ضروري. متاسف، متاسف يا استاذ، العقد بتاعك قدامي اهو، ميعاد الدفعة بتاعك لسه ما جاش صرفه. طب
100 جنيه. متاسف ارجوك تفضل ما تعطلنيش. بصفه وديها 50 جنيه. متاسف 20 جنيه ورايا شغل. اتفضل. عندي عربيه مورس 52 تاخدها رقم تديني 10 جنيه. اتفضل يا جنيه. 3 جنيه. اتفضل. ربع جنيه. كل الاسئله اللي حضرتك بتسالها لي دلوقتي انا سبق وجاوبت عليها في محضر البوليس. يا شوكت بيه انا مش جاي لك بصفه رسميه، في شويه حاجات عاوز اتاكد منها. اتفضل. في حد اتصل بيك وهددك قبل الحادث؟ لا. شكري هنا من فضلك افتكر كويس. لا. حدش طلب منك مليون جنيه او مليون دولار؟ لا. مليون جنيه؟ سيادتك تعرفي حاجه عن الموضوع ده؟ ايوه، من ساعتين كده جت بنت مروشه كده. بنت ولا راجل؟ لا بنت، وقالت ان هيحصل بلاوي كوارث مصيبه لو شوكت ما دفعش مليون جنيه. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ ما قالتش. اوصفها يا هاني، تقدري تديني اوصفها؟ قوي قوي. ايوه استاذ رامي، مش معقول. اتفضل اتفضل، ايه دي الحنه اللي انا فيه؟ اتفضل، مش معقول ان حضرتك تشرفني. كنت سعادتك ما مش موجوده. ده مكتبها؟ ايوه فندم. خرجت امتى؟ اول ما سمعت خبر الناس في عربيه مدير البنك نزلت جري، ومن ساعتها ما رجعتش. عنوانها معاك؟ ايوه فندم. شوي تاخد العنوان وتجيب لي سوسن واللي اسمه رامو ده من تحت تقطيع الارض وجيني على المكتب حالا. أنيس سوسن مطلوب القبض عليكي. قربنا على الفجر واللي بنعيد نزيده. أنت ليه ما تقوليش الحقيقة وتريحي نفسك وتريحينا؟ يا فندم أنا قلت لك على كل اللي أعرفه. طب لو المليون جنيه ما اندفعوش هيحصل إيه؟ هيحصل بلاوي وكوارث. إيه هي بقى البلاوي والكوارث دي؟ معرفش، رامي قال لي هيحصل بلاوي وكوارث وبس. ده اللي قلتيه لزوجة مدير البنك، ما تحاوليش تنكري. الست اتعرفت عليكي وواجهتك. أنا ما بنكرش، أنا رحت لها عشان أحذرها من البلاوي والكوارث اللي قال عليها رامي. بالظبط كده يا فندم. ممكن أروح أنام بقى؟ فين رامي دلوقتي؟ معرفش. طب هربان فين؟ برضه معرفش. 10 ساعات اللي عليك معرفش معرفش. ما تعترفي وتخلصينا بقى. أعترف بإيه بس؟ إنك أنت ورامي اللي خططتوا لكل ده. هو يرتكب الجريمة وأنت تساعديه، وفي نفس الوقت توهمونا إن في شخص ثالث مرتكب الحوادث دي عشان ننشغل عنكم وتلهفوا أنتوا المليون جنيه. خطة ذكية ما يرسمهاش إلا ناس في منتهى الذكاء، مؤلف سينمائي خيال واسع، وصحفية كل تخصصها في أخبار الجريمة، صح؟ لا غلط. اعترفي وخلصينا بقى. أعترف بإيه بس؟ أعترف بحاجة ما عملتهاش. طب قولي لنا رامي فين؟ مع سنين أم حسنين. صباح الخير يا حبيبي. صباح الشراب. طب شوية كده. ريح فين؟ تعالى احنا لسه ما كملناش الكلام. بكرة. بكرة؟ اللي ما كملناه امبارح هنكمله بكره. قلب تعسيمة قال ده باين انه خايف من الرقابه. الو. ايوه انا شوكت عبد الرحمن. صباح الخير يا شوكت بيه. قدامك ربع ساعه علشان تقابلني في المكان اللي قلت لك عليه ومعاك المليون جنيه. لو ما جيتش هنفذ تهديدي، هنسف البنك زي ما نسفت عربيتك. مين اللي بيتكلم؟ الو يا لهوي يا
انسي في البنك. يا منى اديني مديريه الامن. الو. ايوه شوكت دي. ايه بتقول ايه؟ فين المكان اللي حيابك فيه؟ يعني ايه ما تعرفش؟ طب انا جاي لك حل. في اقل من لمح البصر تجهزوا لي قوه تطلعوا بيها على البنك وانت شوقي خبر المفرقعات وتحصلنا على هناك. حاضر. البنت دي ترموها في الحجز لغايه لما نقبض على شريكها. حجز؟ شريكها مين بس يا فندم؟ انت لسه هتستعبطي؟ هينسي في البنك بعد تلت ساعه. في البنك؟ خليك مستريح خليك. ده صور. شوقي شوقي خدني على حجز يا شوقي. الو هو انت؟ مين مين هو؟ ليه يا شوقي اتعملت كده؟ انا مش قلت لك ما تبلغش البوليس يا حبيبي؟ زعلتني يا شيخ. انت تسكت خالص وتسمعني كويس. ليا طلبات جديدة. فتح مخك ودانك واسمعني كويس. ايه ده؟
الختام موجود. استاذ رامي، اعتقد بعد كل اللي حصل ده وبعد ما قبضنا عليك وانت متلبس بالشروع في ارتكاب جريمه، من مصلحتك تعترف. اعترف بايه؟ والله العظيم تلاتة ما عملت حاجة. شوف يا رامي، خليك قاعد. لا مؤاخذة يا بيه. خليك قاعد. لا مؤاخذة. شايف الناس اللي قاعدين هناك دول؟ ثانية واحدة يا بيه. أيوة على مهلك. شوفهم براحتك. شفتهم؟ أيوة يا بيه. الأولاني ده مدير الأمن العام، اللي جنبيه مساعد وزير الداخلية. اللي الناحية دي بقى مدير المباحث الجنائية، اللي جنبه مدير مباحث أمن الدولة. يعني موضوعك كبر قوي وما بقاش جنايه عاديه. قلت ايه يا مؤيد؟ الله يرحمك يا ابو. لا اهدى مره، اهدى واسمعني. عارف دول لو استلموك هيرحموك، خليك معايا احسن لك. اللي يشوفوا يا بيه. الا شوفوا، اهو ده الكلام العاقل. قول لي بقى، معاك قنابل قد ايه؟ وشايلهم فين؟ ماني قلت لك يا بيه، سمير هو اللي معاه القنابل. لو مش مصدقني اسال جوز امي. عادل بيه. الاستاذ شوكت مدير البنك مستني بره. عايز ايه ده دلوقتي؟ بيقول الموضوع مهم جدا. طب شوف يا رامي يا ابني، مش عيب الواحد يغلط، لكن العيب اننا نتمادى في الغلط، وكل شيء ممكن علاجه، بس المهم صارحني بكل حاجة. مظبوط؟ مظبوط يا بيه، مظبوط. قول لي بقى. ايوه. مين الدولة الأجنبية اللي جلدتك وزودتك بالمتفجرات؟ ها؟ يا سنة صغيرة يا أولاد. هات المتهمة التانية. حاضر يا فندم. أنت متأكد إنه نفس الصوت؟ هو ده مكلمني من ربع ساعة. وطلباته إيه المرة دي؟ مليون منكم، ده غير المليون اللي طلبه مني أنا. إيه منكم دي؟ من الحكومة يعني، هو اللي قال لي كده. مليون جنيه؟ مليون جنيه، واتصل بيا وقال لي إن هو هيحدد ميعاد التسليم إمتى وفين. وإذا ما دفعناش، ما قالكش هينسف إيه المرة دي؟ أمن دولة، ولازم تفهموا إن دي آخر فرصة قدامكم، والاعتراف ممكن يخفف عليكم الحب. خلاص بقى يا رامي، اعترف وخلصنا. ما تبقاش راسك ناشفة واعترف. حاضر، أنا بجر وبعترف. بعترف إني حمار، عشان حاولت أتدخل وأنجد أرواح ناس أبرية. أنا حمار يا بيه، عمر ابن حمار كمان. يعني برضه مصمم على الانكار. سياده اللواء اسمح. اسمح، خد الناس في داهيه، كفايه اللي احنا فيه. انسه سوسن، استاذ رامي، احنا اسفين جدا جدا على اللي حصل. المشنقي؟ لا، تقدروا تروحوا. براي؟ اي يعني هننام. لا ننام ايه، يلا بينا احسن يرجعوا كلامه. يحيى العبد، يحيى العبد، يحيى العبد. اطلب لي مكتب سياده الوزير. المجرم مازال طليق، ومحدش يعرف عدد القنابل اللي معاه قد ايه بالظبط. ومن مراجعه كميه المتفجرات اللي اتسرقت من المحاجر، يتبين لنا انها كميه مش بسيطه، وده طبعا بيشكل خطوره على امن البلد وامن المواطنين. وعشان كده يا فندم انا من رايي ان مديريه الامن تتولى القضيه دي بكامل اجهزتها. انا عندي راي تاني. اتفضل. القضيه دي سلاحها الاساسي قنابل، يعني متفجرات. اذا هي قضيه امن دوله من الدرجه الاولى. ايوه، بس مش لازم ننسى ان المجرم اللي عندنا ده مجرم عادي، مش عميل لدوله اجنبيه، وجهاز المباحث العامه هو اللي عنده الاستعداد الكامل للتعامل مع مثل هؤلاء المجرمين. جايز المجرم عادي، لكن السلاح اللي معاه غير عادي.
وده من اختصاصنا. بس مديرية الأمن مسؤولة عن أمن المواطنين، وإحنا مسؤولين عن أمن الدولة. بس دي قضية من اختصاص المباحث، مديرية الأمن لازم هي اللي تتولاها. أنا أؤيد زي يا جماعة من فضلكم، القضية دي تهمنا كلنا، ولازم جميع أجهزة الأمن اللي في الدولة تتعاون من أجل هدف واحد، القبض على المتهم وتحريز المتفجرات اللي معاه. عميد عادل. أيوة فين؟ خيوط القضية معاك من الأول، وعشان كده سيادة وزير الداخلية قرر إن أنت تتولاها شخصيا بنفسك. وزارة الخزانة قررت تديك 1,000,000 جنيه عهدة شخصية عليك، يبقى مهمتك القبض على المجرم وإرجاع 1,000,000 جنيه. أنا عارف طبعا إنها مهمة قاسية، لكن ربنا معاك. عرشونا فوق يا سوس. يا اخويا قول الحمد لله، ادينا خلصنا من موضوع سمير ده. همي ونزحنا على كتافي، اهو البوليس يصطفل وياه ويريحلي. ادي نفسي بس وخلعته. الحمد لله. بطل. لا لا لا، عايز ايه يا عم حسن؟ اصلي هغسل وشي. طلعني اعمل لك ايه؟ عايز صابونه بريحه. لازم مريحة. إلهي ربنا يريحك يا عم حسنين. ها؟ يعني يريح قلبك. خد يا عم حسنين بورقتها والله وبريح. تسكر. ربنا يخليك. يا زو. ربنا يكرمك أنا بحبك. يا زو. اشرب شاي. يا أبو الزو. ما تشرب شاي بقى. يا زو. طلب شاي. ده اللي قال اختار الدار اختار الجار قبل الدار. عارفة يا سوسن؟ مش هيريحني من عم حسنين غير حاجة واحدة. حاجة ايه؟ اني اتجوز واتكن كده في شقة حلوة. تتجوز؟ ومين دي اللي ترضى بواحد زيك؟ فنان وزو شخصية مجنونة. واحدة مجنونة زي؟ الله الله الله، بقول لك ايه؟ احترم نفسك ولم لسانك وخليك مؤدب. الله الله، انت حتى ترجعي تلبخي لي تاني، ما انت كنتي كويسة. دي مالها دي؟ بلاش. قال قولي لي يا ساوسة. انت مخطوبة؟ يا ابني انا مش فاضية للكلام الفارغ ولعب العيال ده. فالخطوبة والجواز لعب عيال؟ انت عايز ايه؟ قصدك ايه؟ ما قصديش. لو النبي يكون قصدك. يعني انت موافقة؟ موافقة على ايه؟ ده انا عريس لوك لا اب ولا ام، مقطوع من الشجرة، حتى جوز امي دلكته. انت كل حاجة تاخدها ببساطة كده. واحنا عجدها ليه بس؟ قولي موافقة، قول ما ودي وامدو كانت خوافك. الو مين؟ يخرب بيتك، انت عايز مني ايه؟ نعم؟ عايز مني ايه؟ زي ما بوظت لي النهايه تالف لي نهايه تانيه، بس تكون نهايه سعيده لا فيها ابليس ولا دم ولا رصاص. ولا انت ما بتحبش مجدي، قدامك 6 ساعات وهتصل بيك وتكون جاهز. ولا بشرفي هخلي مجدي يتصرف. البوليس اتصرف وياه. افرض اذاك. هيعمل ايه يعني؟ هينزف العربيه ينزف على اجل يريحني منه. افرض نصفها وانت جواها. صحيح ده مجنون وممكن يعمل. انا هي بس اللي كان خلاني الف الروايه الهباب دي. انت لازم تختفي من قدامه حالا. صح، انا هسافر البلد اروح اكن عند جوز امي. جوز امك ايه بس؟ ما هو زي ما عرف عنوانك هنا هيعرف عنوان امك وجوز امك. صح، امال اروح بايه؟ اسمع، انا جات لي فكره. احنا عندنا شقه في اسكندريه ما بنروحهاش غير من الصيف للصيف. هروح جاري اجيب المفتاح قبل ما تلم هدومك، فاهم؟ صح. مش هتاخر. سوس انا مستنيك، اوعى تعواجي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز ايه يا عم حسنين؟ عايز السبرتايه وشويه سكر وشويه بن عشان خرمان. بص يا عم حسنين، اطلع معايا اطلع معايا اطلع.
لا 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 يا محسنين. طيب بلاش السكر. لو ما سبتنيش هشربها سادة. يعني هقتلك يا زوج. هقتلك يا عم حسنين هقتلك. هقتلك يا عم حسنين. يا جدع عادل بيه تسمع. اتفضل يا عادل بيه اتفضل اتفضل. استاذ رامي هنا بيه. عاش. حاضر يا بيه. ده مش وقت الادب. زي ما بوظت النهاية كان لي في نهاية تانية. قدامك ست ساعات وهتصل بيك. انا بشرف خلي مجدي يتصرف. استنى بس. الو. عشان تعرف بس انك مش لوحدك واننا عارفين كل حاجه. خليك معايا خليك معايا. ايوه يا بيه. تاكد اننا بنعمل لحمايتك. انا ما اشتكيتش يا بيه. أنا تحت أمر الحكومة. فلتحيا الحكومة. لو سمحت قوم. أيوة أخويا قوم. تعالى معايا. تعالى. لا 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 سيبك منه وركز معايا. ركز معايا. أيوة بيه. أنا طالب منك خدمة. أيوة بيه. عايزك تنفذ كل اللي طلبه سمير مني. أيوة. نعم يا بيه. تكتب له النهاية اللي هو عايزها وفي نفس الوقت تمكننا من القبض عليه. أيوة بيه بس بس إيه؟ دي مهنتك. انت مؤلف وخيالك واسع. الواحد ينزل وادي القلم وادي الورق. يلا يلا فنان اسمع الكلام. اقعد. اكتب. الف. اهو هتكتب دول كلهم. يا رامي ابعد ده يا زوق. ده حسنين جاري. انا ما عملتش حاجه. هتوديني فين يا زوق؟ هروح مشوار. مشوار ايه بس؟ انا ساكن هنا. هرجعك تاني بس اسمحلي. سوسن يستحسن تسيب المكان ده فورا. ايوه بس استاذ رامي دي اجراءات امن. ايوه بس انا 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 انت ايه تاني يا انسه؟ انا خطبته. الانسه سوسن خطيبتي. بصرف النظر الانسه صحفيه والاجراءات اللي احنا واخدينها دي في منتهى السريه وده لحمايتك يا استاذ. ايوه معنى رامي عادل بيه طبعا عنده حق بس اوعدك يا فندم بشرف المهنه اني لو قعدت مش هنشر حاجه. خالص؟ خالص يا فندم. وما اسمعش صوتك؟ خالص يا فندم. ورا الباب وقعدي. حاضر يا فندم. ولا كلمه. اقفل الباب. اتفضلي وقعدي وراه. حاضر. في الركن ده. اتفضل يا استاذ الف. حاضر. طب ممكن تيجي تقعد جنبي عشان الوحي. عشان الوحي بس. حاضر. شكرا. اتفضلي يا ملهمه اقعدي يلا. اتفضلي. يا سوسن خطيبتي اقعدي. انا مش عارف اخد راحتي معاك. ما كانش عم حسنين يبقى رجال الامن. استاذ رامي. ايوه بيه. الف يا حبيبي. حضر يا بيه. وكان مجدي Thank you.
ابلغ علي. ايوه يا فندم. المكالمة جت وحاول تعرف مصدرها. يا جازي حسن، حاول تطول معاه على قد ما تقدر، ما ترفعش السماعة لما اقول لك. جاهز؟ جاهزين؟ ارفع. الو، ايه واني؟ مين اللي بيتكلم؟ لسه مش عارف صوتي؟ هو انت؟ ألفت النهاية؟ ايوه طبعا، تعال عشان تاخدها. طب مش تحكيها لي الأول؟ جايز ما تعجبنيش أخليك تألف غيرها؟ كده هو؟ حاضر. شوف يا سيدي، المشهد الأول نهار خارجي ميدان التحرير. اختصر. طب مش أحكي لك بالتفصيل؟ هات من الآخر واختصر. حاضر. يحطوا لك المليون جنيه في شنطة. الاتنين مليون. خليهم تلاتة، احنا خسرانين حاجة؟ شوكت بيه مدير البنك يجي لك بالشنطة في كافيتيريا في ميدان التحرير. تاخد الشنطة بالفلوس وتطلع على المطار، تسافر على برا عيدك، وتنزل كلمة النهاية على الطيارة وهي طالعة بيك بتعمل بو. ماشي؟ لسه ضمان. مفيش ضمان؟ لا طبعا، الضمان موجود. الجنابي. انت معاك متفجرات تنزل جبل المقطر. اي لعبه كده ولا كده، هدد بناس في الطياره على طول. انا موافق على النهايه دي، بس مع تغيير بسيط. تحت امرك يا سمير بيه، امر. انت اللي هتجيب لي شنطه الفلوس. ها؟ هتحط في جيبك منديل احمر كبير، واللي اصحابك اللي حواليك لو حاولوا انا هنزف الدنيا بحالها. هنزف الدنيا بحالها. استنى بس. ده جافل. وصلتوا الحاجه؟ ده عنوان مصدر المكالمه يا فندم. كويس. شوقي سامعني؟ الو عمليات، اتحرك بالقوة على العنوان ده. وراي مين اللي كان بيكلم في التليفون؟ ده الأستاذ سمير يا بيه. اطلع وريني قط. حاضر يا بيه. اطلع. ايه دي الأوضة بتاعته يا سعادة الباشا؟ ايه؟ معناها ايه الباصة دي؟ استاذ رامي احنا متأسفين، سمير قدر يهرب وانت اللي هتقابله بشنطة الفلوس. أنا مش ممكن. أنا مش هروح له حتى لو شاركتوني. يستحيل. شوبيه. الو العمليات؟ القوات كلها انتشرت تماما هنا. اشاره ساعه العميل. عن اذن سعادتك اتفضل. الو ايوه شوقي بلغ. رامي وصل، لسه الهدف ما وصلش. استمر في المراقبه وخليك انت معاه. اديني المطار. الو المطار، الو المطار. استاذ رامي قشوة. استاذ
الاستاذ رامي قشوع. ايه ايه والي عادي فين؟ الو ما جيتش ليه؟ اتاخرت ليه؟ فين القلعه؟ فين في القلعه؟ فهم دواك زي ما انت بدواك في جيدي. طيب حاضر حاضر حاضر. ايه؟ عايزي في البرج. البرج؟ خلي 29 ورا رامي، وانت خد بقيه القوه واطلع على البرج خلوه، وانا هبعت لك قوه تعزيز من المديريه. نفذ بسرعه. ايه اللي بيحصل يا ست هانم؟ خد دي تحت الحساب واسكت. طب والمكان؟ هدفع حالك هدفع حالك. اجهز اجهز. ايوه يا فندم. لسه ما انتش عارف رايح على فين؟ لسه يا فندم. خليك وراه. اديني البرج. ايوه يا فندم. تم اخلاء البرج وجاري مسحه تفتيش بالكامل يا فندم. سامع عندك. ايه الحكايه؟ سمير بيه. لا مؤاخذه يا بيه، انا عبد الدواد اخوك. ساب لك الدواد ده معايا واقول لك ما تتاخرش عليه. في حاجه تاني؟ الاكراميه يعني البكسيس بالعربي. ايوه اتفضل. خمس قروش بلا شات. سلام عليك. ايوه ايوه يتحطق لو اتمطر يطلع خمس قروش. اجهز. كازينو النهر؟ ايه كازينو النهر ده راخر؟ هينسي في ايه؟ البرج بينادي. خليك وراه. ايوه شاوي البرج نضيف. خد القوه اللي معاك واطلع بيها على كوبري امبابة. هدد بناس في كوبري امبابة. سيبك البيت يا
يا ابن الحراميه. امسح لك الجزمه يا بيه. انا مش عايز حد يمسح لي الجزمه، سيب جزمتي. الجزمه وسخه يا بيه. انا عجباني كده، انت مال اهلك؟ مباحث امن الدوله. مش تقول كده. امسح يا بيه، امسح يا باشا، امسح يا كبير. البرج فاضي ويحتمل القنابل اللي تكون معاه. حكايه الكوبري دي خدعه برضه. بس اعترف بيه ابن المجنونه. امسح كويس. انا مش عايز حاجه دلوقتي. انت شغله. الله يسامحك، شايفني برقص؟ لا، في منديل احمر. تبقى يا شغله يا خلوه. قشوه رامي، قشوه قشوه قشوه. انا عارف قشوه مشوه. في تليفون علشانك. فين؟ الناحيه دي. ايوه كنت على رحمه ريا. فين؟ باكل عيش. عاوز اهقي. لا عيش ولا جاتوه. عاوز اهقي النصحه. خد سلاسلك وامشي. ما تزعلش قوي كده، ما هو البوليس مش هيسيبنا بسهوله، اكيد مراقبينك. تيجي دلوقتي على محطه مصر، شباك 6، حجز اسكندريه. قدامك اقل من 7 دقايق. ها بسرعه ارجوك. ها لو تسمح. رامي نزل من الكازينو بسرعه ومعاه الشنطه واتجه لعربيته هيركبها. رامي ركب العربيه لوحده وبرده محدش معاه. اطلع بسرعه ورايا يا اسطى. شباك 6؟ ايوه شباك 6. عايز ايه؟ مش عارف. يا استاذ يا استاذ لو سمحت، اصل المنديل الاحمر راح من بالي خالص. التذكره دي سابها لك اخوك. اجري عشان تلحق القطر بسرعه. قطر ايه؟ قطر اسكندريه. الحق بسرعه. اجري. لا لا مؤاخذه. عن اذنك. مصلحه.
يا هاني فين التذكرة؟ معلش أصل الجوز مسافر ونسي يسيب لي فلوس. طب بسرعة يلا شايلين قوي. بتقول ايه؟ ركبوا قطر اسكندريه يا فندم واكيد الهدف معاه. بلغوا القوات بالاستعداد. حاضر يا فندم. اطلب للوزاره بسرعه. الو الو يا وزاره، سيادتي اللواء مضروب على سيادتك يا فندم. ايوه يا فندم، المجرم قدر يهرب في قطر اسكندريه. اطلب للرئيس سيد سكه الحديد. الو ايه سكه الحديد؟ يا ابني الوزير معاك يا فندم، الوقت تخلص هنا في المنطقه دي، من غير ما حد من الركاب يشرب حاجه، من غير حد من الركاب يشرب حاجه. تحت امرك. اديني برج الحمايه. الو الو يا برج، اول سيركل تربح ل 360 للمنطقه دي. الو يا برج، اول سيركل تربح ل 360 للمنطقه دي، نفذ بسرعه. اديني كشك التحويله 42. الو كشك 42، كشك 42، على جميع القوات التحرك في المنطقة دي، على جميع السيارات سرعة التوجه للمنطقة دي، على جميع السيارات سرعة التوجه للمنطقة دي. حول حول. شنطة صفراء في يدي. خيرت النهاية اللي انا كتبتها لك ليه؟ تلميذك يا استاذ العظيم، قلت اجرب التاليف بنفسي، وكمان عشان اصحابك ما يعرفولكش الطريق. جبت الامانه؟ ايوه بيه، 2 مليون زي ما انت طلبتهم يا عم. اتفضل يا بيه. حلو،
حلو قوي. قوم بينا بقى. على فين؟ مشوار صغير كده. لا انا مستريح هنا. اتفضل. قوم. نزل ايدك. قوم. ايه ده؟ قام. اتجهوا لاخر العرب. واخد رامي ورايح على فين؟ انا مش فاهمه. فين ده جرجنات؟ القنابل هنا في القطر. ها؟ طب ليه كده؟ نجد وفي نجدي، لكن سمير اللي هو انا ونزل في بنها ومعاه الاتنين مليون جنيه. طب والناس اللي في القطر ذنبهم ايه؟ انا هرحم الناس ليه؟ اذا كانت هي ما رحمتنيش وخلتني كوره في رجليهم يلعبوا بيها شمال ويمين، دلوقتي بقى كوره في رجلي انا هشوفها زي ما انا عايز. وفي الجول. افتح الباب. ايوه بس افتح الباب. افتح. قال لي فتحت الباب. شاطر. نط بقى. أنط والقطر بيجري. ده يا مو انت عايز اموت يا سمير. ايوه ولا انت عندك اقتراح بموته تانيه؟ قول قول بقى. انا ديمقراطي. نط. ايش قاعد؟ نط. ايش قاعد؟ الله. طب روح الحمام. نط. اوعى يا مجرم. كان عايز اموت يا ساوسن. سمير كان عايز اموت. كان عايز اموت. انت صحبه يا ساوسن. مش كده؟ كويس كويس انك جيتي برجليكي. دلوقتي بقى نقدر نوصل للنهايه المظبوطه. انت تمسك ايدها وهي تبص في عينيك وتنط سوا من الارض. حاضر. تو رامي انا مش عايز اموت دلوقتي يا رامي. يعني انا اللي عايز اموت. لكن معلش الموت في الفطره سطره. نطوا يلا. نط انت. نط يا بنت باك. نط انت الاول. يا بنت بقول لك نط. نط. بتهيألي اصلا في حد. فلوس حيه. يبقى لسه لينا عمر. الله اكبر. الله على جميع الركاب مغادرة القطار فورا. كل الركاب تسيب القطر بسرعة. كل الركاب تسيب القطر بسرعة. مغادرة القطار فورا. كل الركاب تسيب القطر بسرعة. كل الركاب تسيب القطر بسرعة.
وبعدين يا رام العمل العمل عمل ربنا بك تمام يا فندم كل العربيات نزلت ما عدا عربيه اربعه يا فندم يبقى اكيد اللي فيها الهدف ورامي لسه ما ظهرش يا فندم سمير ابو الحسن سمير ابو الحسن سلم نفسك المكان كله محاصر سلم نفسك ارمي سلاحك وسلم نفسك سمير ابو الحسن سمير ابو الحسن سلم نفسك ارمي سلاحك وسلم نفسك سمير ابو الحسن مفيش داعي للمقاومه المكان كله محاصر سلم نفسك سلم نفسك بقى لا مفيش داعي للمقاومه المكان كله محاصر مفيش داعي للمضاحره بقى ايه ده غلط يا غلط دايما بنرفزيك رد عليهم يا استاذ رامي اتفضل انت فينك رد عليهم ارضى باللوبيه بس يا سمير بيه لهم هنرجع تاني للنهايه الاولانيه اللي انت الفتها طياره مكان من الاول رد انت دايما بتنرفزيك كده اسكت حاضر يا سمير بيه سمير ابو الحسن سلم نفسك يا بوليس يا شرطي محدش يضرب محدش يضرب محدش يضرب محدش يضرب علي رام رام اي والله العظيم ثلاثة علي رام رامي انا العميد عادل ايه الموقف عندك من اين بستين ايه سمير هنا ومعاه مسدس وملغم القطر ومهددنا بالقتل لو ما نفذناش طلباته وايه طلباته عايز عربيه كبيره تنقله على المطار ومعاه الرهاي وبعدين طياره تنقله على بر الى ما يرجع تاني وان ما نفذناش هيعمل ايه؟ هنروح كلنا في ابو ركلي هينزل الجار تفتكر الحكايه حقيقي ولا هتبقى زي حكايه البرج وكوبري امبابه؟ يا فندم القنابل لسه معاه ولازم نتخذ كل الاحتياطات. شوقي شوقي ايوه يا فندم افصل العربيه اللي فيها الهدف عن بقيه القطر. افصل العربيه قالوا لك ايه؟ ما قالوش مالوش ليه؟ مش عارف مش عارف ليه؟ انت هيعيط هموته رامي نعم قول لهم مفيش وقت قول لهم فاضل 10 دقايق و55 ثانية بالظبط والقطر هيتقتل حاول تكسب وقت يا عادل رامي قشوع رامي قشوع قول لسمير ان احنا اتصلنا بالمطار وجاري تجهيز عربيه وطياره بس المساله هتاخد شويه وقت قول له يهدى وما يقلقش ويا ريت يبطل مفعول القنابل عشان بس ما حدش يتعور سمعت بطل مفعول الجناب الباقي لا لا ليه بس يا سمير بيه ايه الحكايه هتاخد شويه وقت بطلها ولو ما نفذوش رجعها تاني وش لا ليه بس اصلا اعرف اظبطها ازاي لكن ابطل مفعولها لا فهم فهم ويا ريت ما فهمت يا اخويا ايه الاخبار يا عادل لسه يا فندم حاول تاني حاول رامي رامي قشوع ارد اقول لهم ايه رد عليهم يا قشوع اقول لهم ايه يا اخويا رد حاضر رد علي يا رامي يا بوليس يا شرطي ما بيعرفش يوقف القطر هينزل بعد 10 دقائق وما بيعرفش يوقف ما بيعرفش يوقف ما بيعرفش يوقف ادي اللي كنت خايف منه لازم هيكون في خسائر لازم خطه لانقاذ الرهائن مفيش وقت يا فندم مفيش وقت لو سمحت يا فندم ايوه يا عادل انا هعمل محاوله اخيره لو سمحت تديني دقيقه واحده بس قبل الهجوم ربنا
معاك. ممكن كلمة واحدة بس نتفاهم بالعقل؟ ايوه نتفاهم بالعقل عادي. بلاش مفيش عقل. هموتكم كلكم، هموتكم كلكم، هموتكم. يعني هتستفيد ايه لو نسفت القطر؟ لو ما نفذوش طلباتي هموتكم كلكم، هموتكم. بلاش يا المدير، عادي ممكن عليك اكشنات ودقيقة واحدة بس. سيبنا ننزل من هنا. ما حدش يتحرك من هنا. بلاش ما حدش يتحرك من هنا. البوليس اكيد معاه حد يقدر يبطل القنبله. يعني ممكن اقلب لك سيناريو وتبقى مفيش حد بطل وتحبس وهتحوز. مفيش حد هيتحرك. نعيمه الصغير هتموت كلنا، هنموت كلنا. محدش هيتحرك من هنا، محدش هيتحرك، كلنا هنموت هنا، كلنا هنموت مع بعض. هنموت هنا. سمير. ايوه سبتوه. في حاجة ايه؟ في ايه؟ في حاجة زحمة.